السلام عليكم البنات. قبل ما نبداو الوصفه ديالنا ديال اليوم، بغيتكم تشوفوا الاخت ديالنا من قناه مراكن ديلايت. عندها شيوات زوينين ديال البريستيج في الحلويات والسلطات. انا حطيت لكم الرابط على الشاشه، يمكن لكم تضغطوا على الرابط باش تمشيو للقناه ديالها. وكنتمنى لكم نهار سعيد، ونشوفكم من بعد في الوصفه ديالنا. شكرا. السلام عليكم البنات. اليوم غادي نصاوب واحد الوصفه جد سريعه وسهله ولذيذه في نفس الوقت. كنحتاجو الدجاج من جهه الصدر. عندي هنا جوج طروفه غسلتهم قطعتهم حيت داك الشحمه الزايده، وقطعتهم طريفات صغار كما كتشوفوا. وغادي نزيدو لهم انا كنستعمل بزاف القزبور، واحد شويه القزبور على واحد نقول هنايا واحد جوج حتى ثلاثه المعالق كبار ديال القزبور فريش مقطع، وجوج فهاد التومات مقطعين. وغادي نزيدو لهم الملحه والعطريه. والعطريه اللي كنستعمل انا، الا ما عندكمش هادي، انا كنستعمل هاد العطريه ديال انديان سبايسز، زي كولتشان.
اند هادي سميتها تيكاسيح كباب باربيكيو. هادي كنستعملها هي مخلط فيها بابريكا، مخلط فيها ريد بيبر، بلاك بيبر، ولا ما كانش عندكم تستعملوا غير القزبر. شنقولوا حنايا القزبر، شنقولوا حنايا بلاك بيبر والملح والعطريه الحار، ريد بيبر العطريه الحاره وصافي هادشي. وكان بارفو كندير شويه ديال دانون بلين يوغورت باش الدجاج كيولي سوفت، كيولي رطب. ونخلطوا هادشي هاد العناصر مع بعضياتهم وكنخليها هنا في الثلاجه على مده واحد ساعه واحده باش كي داك العطريه والثومه كلشي كيدخل بعضياته وكات كما قلت لكم الدجاج كيولي رطب وسيرتو الا درت له بلين يوغورت. دابا غادي نزيدو القزبر ثومه الملح على حساب الذوق، انا ما كنملحش بزاف في الماكله ديالي. اوكي، و ندير سبايسز نعطيكم هاد العطريه اللي ما كانتش عندكم استعملوا غير العطريه العاديه كالبزار والشونيه. كنستعمل نقطة ديال وان تيسبون وكنخلطهم بعضياتهم كما قلت لكم كنخليهم في الثلاجه لمده ساعه ونشوفكم من بعد. ومن بعد ساعه كنخرج الدجاج ديالنا اللي مشرمل يعني اللي فيه داك العناصر ديال السبايسز مع القزبر والثومه. ويمكن لكم كما قلت لكم ديروا يوغورت ولا معلقه ديال عصير الحامض. ودابا غادي نشعلو على مقلة، نديرو المقلة على حرارة هادية ونديرو فيها شوية ديال الزيت ونطيبو هاد الدجاج. الدجاج ديالنا هو تيطيب مرة مرة، حركو على جهة أخرى. هاد المقلة هادي مكتلصقش، ريحة العطرية تشم زوينة وبنية. أنا كتعجبني هاد العطرية ديال الهنود، سهلة مجموع فيها جميع البهارات كما قلتلكم. ولا ما عندكمش يمكن لكم ديروا العطرية العادية، الملح، البزار، بابريكا، تيرميريك وشوية الحار، خلطهم كلهم وضيفهم الدجاج باش صابوا هاد الأكلة. الدجاج ديالنا قرب يطيب، قال عليه واحد 5 دقايق قريب يتحمر شي شوية كما قلنا بينو وبين ما هو حمار بزاف يعني براون كالور ما هو بيض. وهو اصلا خدا اللون ديال التيرميريك كما كتشوفوا. نزيدو عليه شي شويه ونسوى عليه. الدجاج ديالنا هو طاب كما كتشوفوا، باقي سخون وكما قلت لكم ما هو محمر ما هو بيض ان بيتوين. وباش نعمرو الساندويتش ديالنا غنديرو شويه ديال الفرماج تشيز وشلاضة على حسب الاختيار ديالكم. انا درت شلاضة ديال البصلة مطيشة والخس، يمكن لكم ديروا البصلة غير البصلة مطيشة، يمكن لكم ديروا البصلة مطيشة والخيار على حسب الاختيار اي حاجة عندكم. ويمكن لكم تزيدوا حتى الزيت والكحل مقطع. وعندنا هنايا هذا الخبز، هذا انا شريته ما صابتوش في الدار، يمكن نصابو في الدار. الخبز هذا زوين
خليته من كبير الجو وكيقولوا له لافاج بريد. نبداو بسم الله باش نعمرو الساندويتش ديالنا. غادي ناخدو هاد الخبز هكا نديرو على هاد الطول وناخد شويه ديال الدجاج ناخد ديال شويه ديال الشلاله غادي نهز بيدي شويه ديال الفرماج من الفوق. يمكن لكم تضيفوا حتى الافوكادو الافوكا انا كيعجبني الفرماج وتلويوه على هذه الطريقه هذه. ولا بغيتو يمكن لكم ديروا شي دريسين قبل ما تعمروا لايك رانش دريسين ولا اللي كيعجبو شي يقولوا اللي تيعجبلو مايونيز. انا درتو عادي بسيط ويجي على هذا الشكل هكا. نكمل الخبزات الاخرين يعني حتى ما باقي وغادي نمشيو باش نحمروهم شي شويه في المقله نديرهم على جوج جهات هما كيجيو على هذا الشكل هكا. انا عمرتهم عطوني بمقدار تاع جوج ستوده ديال الدجاج عطاني ثلاثه ديال لي ساندويتش حيت انا عمرتهم بزاف بالدجاج. ودابا غادي نطيبوهم في المقله على جوج جهات غير نصهدوهم على جوج جهات. المقله دهنتها شويه بالزبده ماشي بزاف غير شي شويه دهنتها بالزبده درتها على درجه الحراره قليله وغادي نحط الخبزات ديالي وغادي نضغط عليهم بالمعلقه الكبيره على جوج جهات يتصهدوا شي شويه ونشوفكم من بعد. نضغط عليهم بحال هكذا حتى يطيبوا يتقرمشوا شي شويه من هاد الجهه وشويه عاوتاني ندورهم للجهه الاخرى. هذا هو الشكل النهائي ديال الساندويتش ديالنا هو كنتمنى الوصفه تعجبكم وشكرا على المشاهده. Thanks for watching and I hope you guys like it and don't forget to subscribe to my channel Amel Kitchen. وكنتمنى لكم ديروا تعليق لايك تسجلوا في القناة ديالي أمل كيتشن. Thank you. Bye.